أنا أبغى منك بس فقط 3 دقائق تعطيهم لمحة عن الخدمات الجديدة اللي تقدموها للمراكز المرضى، وتوصية بأنه كل مريض يسجل في البوابة عندكم بحيث أنه يستلم ليش يسجل ويأخذ خدماته مباشرة. تفضل. بالنسبة للقسم المواعيد أو أكثر، يعني يمكن الأخ أسعد يبغى نتكلم أكثر عن الخدمات اللي يقدمها مركز اتصال المرضى. مركز اتصال المرضى اللي هو 900 9200 1 2 3 1 2، هذا الرقم اللي يستخدم الآن اللي هو الرقم الموحد. طبعا تحت الرقم هذا في الرياض in the future، يعني حيكون في جدة بعد. الرقم هذا يخدم المواعيد التنويم، السجلات الطبية، مواعيد الأشعة، الصيدلية، ويخدم اللي هو الحسابات. الخدمات هذه كلها يعني توفر للمرضى الجهد اللي هم ممكن يبذلونه انهم يجون للعيادات هنا خاصة من خارج الرياض. كول سنتر. الكول سنتر. ايه. اكشلي هو اتس كولد بيشنت كونتاكت سنتر لانه اشمل من كول سنتر. كول سنتر فقط للرد على المكالمات. احنا عندنا خدمات اضافية اللي هي طبعا غير عمل المواعيد. احنا نسوي شيء ثاني اتس كولد اي بي اي. الاي بي اي هذا اللي هو انتراكشن بروسيس اوتوميشن، اللي هو لما يتصل المريض يبغى اعاده صرف علاج، احنا نتواصل مع عيادتين طبعا الان، وان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله حنشمل كل عيادات المستشفى جراجولي. يعني الخدمه هذه حسب احتياج المريض من ناحيه العلاج، اعاده صرف العلاج او الدريسنج تشينج اللي هو على الجروح، التقارير الطبية، الأشياء هذه توفر على المريض أنه يجي شخصيا للعيادة عشان يطلب إعادة صرف علاج. أوكي. بعد ما يتصل وحنا نرسل تيكت للعيادة، والممرضة تأخذ التيكت هذه تستلمها وتطلب الملف وتعطي الملف للطبيب لإعادة صرف العلاج، أو حسب طلب المريض وش اللي طالبه من الدكتور، حتى لو استشارة طبية، فيردون علينا. وحنا طبعا في رقم للتكت هذا يروح للمريض في رسالة، ممكن المريض يتصل علينا في نفس اليوم أو بعد بيوم حسب الرد اللي يجينا. أحيانا الرد هذا يكون مثلا بطلب إعادة صرف العلاج، ممكن الشخص هذا يتصل يقول أنا والله خارج الرياض، ممكن يتصل على اللي هو الصيدلية، الصيدلية ممكن يرسلون لها العلاج هذا عن طريق الدي اتش ال. كل اللي على المريض أنه بس يكلم الصيدلية، يعطيهم رقم الجوال والعنوان اللي يصل عليه العلاج وهم يرسلون له. احنا بإذن الله، هو في شيء مسجل عنه ولا لا؟ فيديو سويتوه انت ولا لا؟ عنكم. اذا ما في باذن الله انا هو مسجل لكم في بروشور. لا احنا نوزع على المرضى ان شاء الله. راح نسجل شيء، نعمل عليه برزنتيشن مع بعض، ايش رايك؟ ما في مشكله. وهم الاخوان من يعني طيب. زي ما يعني طيب. ما قصرت، جاء 40 مستشفى قبل كذا عندنا وزارونا طيب. وانت عارف وسوينا لهم برزنتيشن الان. بس نبغى نشوف الان كيف ممكن نخدم مرضى اللي هم اللي عندهم مشاكل في الادويه. تفضل يا اخوي. احنا عندنا الان هم يخدموا الان بس تقريبا عيادتين او دورين، عيادتين ولا في الاشكاليه الادويه. نعم، البيدياتريك والميديسن. كيف نحل الباقيه؟ لانه عندنا اشكاليه في التواصل مع التمريض، وايضا كيف ممكن نخدمهم عن طريق التليفون. ايش التليفونات اللي ممكن يتصلوا عليها؟ لانه لازم يتصلوا على التمريض. هو عندنا في كل عيادة أنه ممرضة تكون مثلاً أنه تاخذ الطلبات حقت المرضى اللي يكونوا مثلاً محولين من مستشفيات ثانية ومتابعتهم. فيكون مثلاً إذا في مثلاً بالتخصيص عيادة معينة أنتم تواجهوا معاهم مشاكل من حيث صرف الأدوية، ممكن يعني تعطونا خبر وحنا نتواصل مع العيادة نفسها ونأكد على الممرضات أنه
يعني التسريع يعني تلبية طلب المريض في أقرب وقت. لأنه مثلا عندنا ممكن نحط يوم معين في الأسبوع أنه يكون يوم خاص لاستقبال إعادة صرف الأدوية للمرضى اللي يكونون محالين من مستشفيات ثانية. فيها في سياسة ترى الآن مفتوح اللي أي أحد عنده نقاش يدخل يشوف نفسه أنه توفيت عنده نقاط معينة يقدر يتناقش فيها. هذا نقطة لتسهيل الموضوع لأنه في سياسة موجودة في المستشفى لهذا الطلب العلاج. يعني المريض المجاني يسوون له موعد على الريفير كلينيك تتوافق مع طبيبه بحيث أنه تصرف يعني اوتوماتيكلي ما يبغى له تعقيد الموضوع. أعيدها مرة ثانية. في سياسة داخلية موجودة طيب. إعادة صرف الدواء سواء الهيئة اتصلت على الرقم هذا تطلب حجز موعد إعادة صرف العلاج في السيستم والسيستم يخدم السيستم حق الأبويتمنت بس انه التعليق على انه تواجهون صعوبة او المواعيد بعيدة مع النيرس كلينيك ممكن انه حنا نشوف ايش نقدر ننفعكم في المستشفيات اللي حترجع لها الحالات انه لانهم في النهاية كلهم نفس المسمى الوظيفي ممرضات فاللي حيصير هنا ممكن يصير عندكم في المستشفى فيكون مثلا يحتاج شوية توعية أو مثلا تثقيف من الممرضة اللي تكون موجودة عندنا في المستشفى تتواصل مع المستشفى حقكم وتعطيها مثلا خطة إنه كيف إنه يسوى هذا مثلا التغيير الدريسنج للمريض إيش اللي مفروض إنه الخطوات المتبعة لأنه النيرس كلينيك موجودة بس إنه وي يعني accommodating more patient في عندنا في المستشفى بس لو كان في تنسيق بين المستشفى عندنا والمستشفى من عندكم يكون في مثلا توعية كيف انه مثلا اللي في النيرس كلينيك تقدر تسويه عندكم في المستشفى. طيب احنا نبغى من عندك اللي هو لو كرمت علينا تعطينا احنا كهنث اوتريتش التليفونات اللي ممكن يتواصلوا فيها وناخذ فيها الطريقة اللي قلت عليها نعملها مع بعض ونحاول نكتب كل هذه الاشياء ونعرضها عليكم باذن الله. وانا بوريكم صورة المتهم الاول الان. يلا يا عرف نفسك فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. ترى هذا التقارير الطبية عليكم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم في البداية وهذه فرصة صراحة سعيدة أن نشوف أخواننا في المناطق. أنا المدير التسهيلات الطبية في الإمارة ومعانا برضو مبشر ومدير التقارير الطبية. أشكركم صراحة على جميع اقتراحاتكم. الصوت بعيد. الصوت من عندك وانت واحد مسافات عنده شيء ترى الان جيكم هو الان ها يلا. اشكركم على اقتراحاتكم واحنا كمستشفى الملك فيصل التخصصي نستقبل العديد يعني مثل ما انتم شايفين الكثير من المرضى المحالين الى المستشفى ففي طلبات كثيره على التقارير ومن ناحيه حتى الطبيب ياتي يعني كم كبير من الطلبات فينشغل بشكل يعني تجيني طبيب يقول انا لل يعني تو فاينلايز ذس بالنسبه للقسم المواعيد احنا جهه تنفيذيه فقط لا غير اذا امر الطبيب بحجز موعد في تاريخ معين احنا ما نقدر نغير التاريخ هذا على اساس كلام الدكتور الهيازة طبعا المواعيد حسب إمكانية الصلاص في العيادات او في اماكن في مواعيد الاشعه التسجيل بالنسبة لصحتي الرجاء التسجيل نصيحة المرضى للتسجيل في صحتي والإنفورميشن أبديت إعادة المرضى تصحيح معلوماتهم خاصة تحديث المعلومات التليفونات والجوالات لأنه حنا ما نقدر نتواصل مع المرضى إذا حبينا نكلمهم عن طريق مركز اتصال المرضى و يعني احنا بس للمعلوميه جهه تنفيذيه قسم المواعيد جهه تنفيذيه لاوامر الاطباء في المواعيد. السلام عليكم اخوكم سعد الزهراني من المواعيد مركز اتصال المرضى. في نقطه اشاروا اليها الشباب انه تاجيل الموعد والحصول على التذاكر عده مرات. في طريقه انه ممكن يتثبت الهيئه الطبيه تثبت أن المريض حضر عن موعد ولا ما حضر ممكن بإثبات آخر زيارة في عندنا في المواعيد أو التقارير الطبية يرسلون لك آخر زيارة بحيث أنه تقدر تعرف أنه المريض حضر موعد ولا ما حضر بحيث أنه ما يصير فيه abusing
أنه يأخذ تذاكر ويأجل ويأخذ تذاكر ويجمع تذاكر عنده. هذا اللي حبيت أضيفه وشكرا.